السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا بكلمكم من لاس فيغاس، تحديداً بطولة مستر أولمبيا 2019. هكون معايا أنا بطل بعتز بيه، بطل عربي بنى نفسه بنفسه. أعتقد أن في ناس كتيرة جداً بتحبه وبتحب تعرف نجاحاته وتعرف طموحاته. من وجهة نظري أنا شفت أن الراجل ده عانى كتير في حاجات هنعرفها النهاردة ونتكلم معاه فيها. هيكون النهارده معايا وانا هبقى في ضيافته، احنا عنده في الاوتيل النهارده في ترامب، هيكون معايا البطل العراقي اللي كلنا بنفتخر بيه، كابتن احمد احمد. زهري يا كابتن. السلام عليكم كابتن هاني. وعليكم السلام. اشكرك اول على هذا اللقاء. حبيبي تسلم لي. ان شاء الله التوفيق للجميع يا رب، وان شاء الله نقدر نفيدكم بالاسئله راح تسالونا اياها باذن الله. الفخر لي انه موجود وموجود انا بالقناه مالتك. حبيبي ربنا يخليك لي. انا بعتز بيك جدا وبعتز بصداقتي معاك. انا نعرف بعض بقالنا شويه يعني. نعم. يعني بكني لك كل احترام وتقدير. انا سعيد ان اكون معاك. الله يسلمك. بس خلينا بقى نفوت في السريع على طول. اكيد. كابتن احمد احمد البطل العراقي. نعم. اللي العراقيين كلهم بيفتخروا بيه. الله يسلمك. وجودك خارج العراق هل مأثر على شعبيتك جوه العراق؟ لا ما اتوقع. انا اخر سنين قمت شوي يصير معي احتكاك اكثر مع الجمهور مالتي بالعراق واللاعبين بالعراق. لما مثلت العراق اخر 3 سنوات في مستر اولمبيا صار اسمي يعني اقوى. وصرت معروف، شعبية زادت، صرت معروف اكثر بالعراق. فوراها قمت يعني احتكاك وانزل فيديوهات باليوتيوب بالعربي وتعليقات والامور هاي. طيب احنا انا هفضل ماشي معاك في اللقاء شويه كده. ايه هنروح لقدام ونرجع لورا، نروح لقدام ونرجع لورا. فلو انا رجعت لورا شويه وهسالك عن احمد احمد وهو في العراق. نعم. قبل ما يروح السويد. اوكي. كان يعني اجتهاده في لعبه كمال الاجسام كان واصل لدرجه ايه؟ وكان يحلم ان هو هيوصل للمكانه اللي هو فيها دي ولا لا؟ انا تركت العراق انا وطفل. نعم. عمري 4 سنين. رحنا لسوريا سكننا 4 5 سنين. ورحت للسويد كان عمري 9 سنين. فاني متربى تقول يعني بالسويد. ايوه. 31 اخر 31 سنه قضيتها بالسويد. تمام. فكنت العب كره قدم اول شيء، ركبي اول شيء، هاي. أيوه. مثل الامريكان فوتبول. بعدين كره قدم شوي، بعدين وراها تحولت الى النادي والحديد والكمال اجسام. ف يعني بدايتي مال كمال اجسام بدت بالسويد مو بالعراق. يعني ما عصرتش حتى ان انت رجعت الفتره في العراق وانت كنت لاعب كمال الاجسام؟ ما عصرتهاش. لا لا. ورا ما ظلينا سنه بالسويد حبينا نروح سنه 1990 نزور اهلنا بالعراق. وصادفت حرب الكويت وعراق وامريكا. ايوه. فعصينا هناك 9 اشهر. فهي هاي الروحه يعني الوحيده مده سنين هواي. وهسه اخر 3 سنين سويت لي روحتين للعراق على مود الشغل مع شركتنا إليت نوتريشن. اوكي. مكملات غذائيه. صح صح. نعم. صح. معلش انا طبعا بعتذر للجمهور، انا في بعض الاسئله ممكن تكون لا هسالها له اسئله محروقه بالنسبه للشعب العراقي، لان هم طبعا مهتمين ببطلهم واخباره وتفاصيله طول الوقت. بس انا حابب بقى ان احنا نقدم ده للشعب المصري كمان والوطن العربي من خلال بعض الاسئله اللي انا هسالها له. احنا ممكن الحاجات دي الاجابات بتاعتها تبقى عندكم من زمان، بس احنا بنحاول نعمل زي ريفرشمنت او نرجع، بس نرجع بالذاكره ونحاول نفهم الشباب اللي طالع جديد او نشأ جديد مين ابطالنا العرب ومين الناس اللي بتوصل يعني موصلانا لاولمبيا وبنفتخر ان هم موجودين جوه اولمبيا. كابتن احمد. نعم. هناخد خطوه لقدام شويه وبعد كده نرجع ورا تاني. الخطوه اللي لقدام، انت كنت لاعب 212. نعم. وكنت محقق فيها نجاحات في السويد وفي المحيط بتاع الاتحاد الاوروبي، كنت اي ماتش بتخش بتكسب. نعم. والاسهم بتاعتك كانت خلاص كلها في اتجاهات ان انت رايح اولمبيا في ال 212. نعم. ايه اللي حصل من غير ما تقول لي النقله؟ يعني من غير ما تقول لي ان انت حولت الديفيجن تاني، احنا هنروح للحته دي، بس ايه اللي خلاك تاخد القرار ان ال 212 مش بتاعي؟ برغم ان انت كنت ناجح فيه. نعم. حسيت انه جسمي صعب يوصل الى المستوى اللي اريده على مود اصير من بطل ابطال مستر اولمبيا. يعني اكثر شيء انا موصل بالمسرح هو 88 كيلو. وهو المفروض ان الوزن 96 كيلو. 96 هو الماكسيموم.
في جاب فيعني فرق كبير يعني طبعا يعني اكثر من كم كيلو بيني وبينهم كثير يعني طبعا. ف وحصلت في مركز ثامن 2015 وكنت هذا الوزن. حاولت شويه ورا اضغط على جسمي بس صار عندي اصابات وانا بديت يعني كمال اجسام افوت بطولات من كان عمري 20 سنه. ايوه. فجسمي ما تحمل فتدري اكو حياه كمان ورا صح ورا هاي الرياضه كمال اجسام. طبعا. واحد لازم شويه يفكر بصحته اكيد كلنا احنا ابطال وقلبنا يعني يحترق على اللعبه هاي ونريد نصير ابطال. صح. بس نفس الوقت واحد لازم يفكر بصحته وعنده مسؤوليه عائله. ايوه. فعلى مود هاي يعني شفت جسمي ما قاعد يتفاعل مثل انا اريده اشقد ما احاول يعني. زائدا ما اقدر اركز بس على التمرين، اني محترف بس نفس الوقت اشتغل 8 الى 10 ساعات كل يوم. صح. مو مثل باقي المحترفين يعني ما عندهم شغل وعمل بس تمرين اكل ونوم. علي مسؤوليه كبيره بالشركه وعند اهلي هناك بالسويد وهاي وما احب اذب شغلي على غير ناس صح. فتره طويله. صح. هاي مو اني يعني. بس احس حالي مقصر معاهم اذا اتركهم فتره طويله واروح مثلا كامب. يعني اذا اريد اشوف فائده من صدق يعني لازم اقل شيء فثلاث اشهر. على مود استفاد وما كنت مستعد انه اخذ هاي الخطوه اترك فتره طويله على مود اركز بس على كمال اجسام. وهذا طبعا شيء غلط لان اذا واحد يريد شيء ويكون ناجح بالزبط. فيه لازم يعطي 100%. صح. ويمكن انا بعد 5-6 سنين راح اتندم انه ليش ما سويت هذا الشيء قبل لما كان عمري بالثلاثينات. صح. بس صار اللي صار الحمد لله والشكر على كل حال. اهم شيء صحتي زينه وعندي كل شيء اللي اريده واتمناه بالحياه ما عدا لقب مستر اولمبيا. بس الحمد لله والشكر. انت بتسعى له. وصلنا كذا مره لهذا المسرح العظيم ووقفنا بين الابطال وقدرنا نقارن نفسنا بيناتهم وفزنا ماتشات فالحمد لله. انت قلت لي ان انت عملت مركز ثامن قبل كده في مستر اولمبيا في الوزن 212. نعم. طيب كان صدد ده عليك ايه؟ يعني انت الناس ابتدت تيجي حواليك وتقول لك انت فعلا ممكن تاخد اللقب ولا كان في بعض من الناس بتقول لك احمد حاول تشوف حاجه تانية لسبب ان انت مش تقدر تواكب العصر اللي ماشي ده؟ كثير ناس حكوا يعني كلام حلو. قالوا لي عندك جينات، كتافك عراض، خصرك صغير، عندك يعني عمق بالعضلات بس يصير لك كتله عضليه. وهاي السنه اللي جيت فيها ثامن يعني كانوا كثير اكسبيرتس. كانوا حاطيني اعلى بين اول خمسه كمان. بس حاولت قلت لك السنه اللي وراها وصار عندي اصابات صغيره ما خلتني اقدر اتدرب 100% مثل ما اريد. ومع الاسف يعني هي كثير من المرات الاصابات توقف اللاعبين من انجازاتهم وتقدمهم في الرياضه اللي يعملوا فيها. طيب معلش بقى انا هنط نطه كده تكاد تكون غريبه ليك بس عشان انا عايش في الاتحاد الاوروبي فانا عارف. نعم. السؤال ده صدده لبعض الناس اللي هم بيشوفوا احمد كحلم بالنسبه لهم. نعم. فعايزين يتعلموا من الاكسبيرينس او الخبره بتاعته. في دوله زي السويد او فنلندا او كده لعبه كمال اجسام هناك محاربه. نعم. من الحكومه نفسها. صحيح. فانت ازاي اتغلبت على النقطه دي؟ وهم يعني ابسط الامثله عشان برضو الناس اللي بتتفرج تبقى عارفه، مره كان في بطوله قائمه في السويد وتوني فريمان جه لمجرد ان هو مستضيفينه كنجم سوبر ستار للعب كمال الاجسام واتسجن لمجرد وجوده بس ان هو حجمه ضخم جدا فخلاص انت موقوف واتحبست وحاجات غريبه بتحصل يعني. صحيح. فانت ازاي تغلبت على ده وانت سوبر ستار جوه السويد برضو يعني؟ بصراحة أنا هذا الحكي ما حكي قبل. أيوه. فراح نحكيه بالقناة مالتك. حبيبي. الله يسلمك. أنا همات موقفين الشرطة. وماخذيني وسوي لي فحوصات وساجنيني وهالأمور هاي. لأن هم بيخشوا أي جيم والكاب معاهم ويقول لك لو سمحت يعني خصوصا إذا هم حطوا واحد ببالهم بس يعني. خلاص صح كده. بس لقائي معاهم يعني شافوني انه انا انسان طبيعي. مهما يكون انا بطل بس عم بشتغل وادفع الضرائب مالتي ويعني حديثي معاهم كان طبيعي مو انسان متعصب او شيء واني مو يعني وزني 100 وفوق بحيث ابرز دائما لما امشي بالشارع. يعني وزني بالاوف سيزون هو كله على بعض 94 كيلو 92 كيلو. ف
فلما ألبس كنزة يعني ما تبرز العين علي مية مية، عرفت؟ فهم هذا يريدون يعني يأخذون إمتى مكان ويعملوا معي تحقيق ويخربوا علي البيت هذا، وهاي بيريدون بس يدرون إنه أحمد عم يشتغل وإنسان طبيعي وما بيدور مشاكل، فيعرفوا كل الزين. وما يعني ما يستفادون شيء إنه راح يأخذوني أو يأخذوا غير بطل يعني. هذا يريدون يعني يأثرون على هم ليش يسوون هاي الأمور هاي، على مود يريدوا يوقفون شغل المنشطات والتجارة المنشطات في هيك دول. فهم لازم يروحون على الرؤوس الكبار. احنا كرياضيين محترفين تاريخنا عدل وعندنا هدف، يعني احنا رياضيين مو تجار وهالامور هاي. فالحمد لله والشكر يعني ما عندي مشكله بعد من هالناحيه هاي. من بعد الاستفسارات او الاسئله اللي سالوها لك، من بعدها الدنيا بقت خلاص متحسنه. نعم وزائد هسه يعني خصوصا مدينتنا مالمو في غير مشاكل عم تصير، ما عندهم يعني ملمو لنا مشاكل كثيرة. ما عندهم وقت يعني يفكروا في الماضي، يفكروا يعني يصرفون المبالغ هاي على هالمواضيع التافهة يعني. في شغلات أهم. طب معيش ان السؤال ده تفضل، ولو انت مش حابب ترد براحتك يعني. خذ راحتك. انت بتتصرف ازاي عشان توفر الحاجات المطلوبة لكمال الأجسام؟ بتتصرف ازاي؟ مش لازم تقول لي بتجيب منين، بس انت بتتصرف ازاي لما هو اصلا الدولة محاربة الموضوع ده؟ يعني واحد لما يسافر مثلا يجيب الشغلات المهمة معاه. يعني شغلات إلي يعني. أيوة. مو انه كتجارة. فاهم. وزائدا واحد عنده علاقة من هون لهون يعني ناس ثقة. هاي يعني، وأنا ما تاجر بهالشغلة هاي يعني طبعًا. لأن عندي شركة وناس اسمي يعني أخاف عليه، فحاول أبتعد يعني إنه تصير علي طمغة من هالناحية هاي. صح. وعادة ما أحكي يعني بهالمواضيع هاي، بس لأن قناة عربية والأمور طبيعية عندنا بدولنا، فعادي نحكي إن شاء الله اليوم. لا هي الفكرة في الأسئلة بس إن إحنا عايزين يعني نوعي الشباب برضو إن أحمد محطوط في سيركل أو في دايرة ضغط برضو، مش يعني هو مش عايش عيشة سهلة يعني. لا طبعاً. الاتحاد الأوروبي للناس اللي مش عايشة في الاتحاد الأوروبي الموضوع هناك صعب جداً للعبة كمال الأجسام والباور ليفتنج كمان، اللعبتين دول يعني عليهم محاذير كتيرة. أكيد. فأنا حابب إن أنا أعرف الشباب إن أحمد برضو يعني شق الصخر وطلع منه في دول زي دي صعبة مش سهلة يعني. أعتقد إن عندنا في الوطن العربي الموضوع بيبقى أسهل كتير يعني. لما توصل الأمور هاي كتير أسهل. هي أسهل من ناحية أنه متواجدة كتير هالأمور هاي واحد اللي يحتاجها، بس نفس الوقت متواجدة بكثرة بحيث مين ما كان يقدر يحصلها ويبدي يستعملها بطريقة غلط، وهاي يعني مع الأسف عم تخرب كتير حياة يعني أجسام وصحتهم طبعا. طيب لو هنرجع بقى لورا شوية، لما جيت تفكر ان انت تشارك في البطولات وتاخد الكارير ده، كان حلمك تبقى مستر اولمبيا كوزن مفتوح، ولا انت كنت عارف من البداية ان هو في حجم وصايز انت مش هتقدر تتعداه؟ فالحلم اتبنى ازاي؟ انا كنت اعرف بروحي انه صعب ابني عضل، لاني لما بديت اول بطولة فتتها كان وزني 66 كيلو. صغير. ايه يعني صغير كثير. فوصلت الى تقريبا 88 كيلو مسرح يعني. يعني مدة سنين طويلة. مو انه انا بسنة سنتين طفرت من 66 الى 80 او هكذا يعني. فاول بطولة سويتها سنة 2000. ووزني 80 كيلو فزت 2008 بطل السويد وبطل أبطال، ووراها أخذت سنة استراحة 2006 فزت بطل أبطال بالسويد، و2007 أخذت استراحة، و2008 سافرت إلى أمريكا وفتت بطولة لوس أنجلوس، وكان وزني بس 82 كيلو، فتت وزن 90 فزت الوزن 90 وزائدا أوفرال بطل أبطال، ووراها حصلت الكارت الاحتراف. يعني طولت سنين معي على ما وصلت الى هالوزن اللي انا حاليا فيه يعني. وهاي يعني بسبب انه انا هواي افكر بصحتي. زائد ان جيناتي مو سهله انه تبني عضل. تمام. لما فزت بطل الابطال جوا السويد، نعم، واقع المجتمع السويدي كان عليك عامل ازاي؟
إذا نكون صريحين كثير فرحوا بس كثير كمان قلبوا علي يعني طبعا. لأن ما تحملوا إنه واحد شاب مدة كم سنة قام يبرز وقام يغطي عليهم بالمسرح ويبين بالمجلات وهالأمور هاي فخسرت يعني كثير أصدقاء وناس وهاي شيء طبيعي يعني بالزبط. واحد مدة الحياة يعني يعرف منه الصديق ومن اللي تحتاجه أنت في حياتك أو لا يعني هذول ما الناس اللي راح يوقفون معاك بس لما الهوى معاك هذول مو أصليين الإنسان الصحيح والصديق القوي يوقف معاك لما الريح معاك وضدك يعني بالضبط. طيب بما أن أنت ذكرت أن في ناس بتوقف معاك وتكمل الرحلة أنا شفت بعناية في ناس وقفوا معاك طول الرحلة بتاعتك ولغاية دلوقتي لسه واقفين ربنا يخليهم لك الله يسلمك. لو على رأسهم هنتكلم هي زوجتك وانت هتشوف مشاهد حالية دلوقتي واحنا في الطيارة هي قاعدة بتعمل معاك ايه فاحكي لي شوية عن زوجتك وعلاقتها بلعبة كمال الأجسام مع أحمد أحمد. نعم طبعا زوجتي تلعب دور كثير في تقدمي في هاي الرياضة زائدا تسندني وتحب كمال الأجسام وتحب أنه الإنسان يكون رياضي وهي انعجبت بي يعني إذا نكون صريحين لأن كان عندي جسم من البداية وكانت معجبة فيها يعني أنا ما كنت أدري هذا الشيء يعني قالت لك بعدين قالت يعني فترة قبل ما هاي أنا أخوها كنا أصدقاء يعني بعدنا لسه أصدقاء الحمد لله أخوة اثنين يعني عائلة واحدة يعني نحسب حالنا فأكيد تلعب دور انه عندك زوجة بالبيت تسندك طبعاً. وتساعدك وتوقف معاك الايام الصعبة طبعاً. ما في بيت ما عنده مشاكل بس كل مشكلة تنحل اذا واحد يريد يكبرها وهذا شيء طبيعي والحمد لله والشكر احنا سعيدين واشكر زوجتي كثير على الوقفات اللي وقفتها معاي وتحملتني هالايام الصعبة وان شاء الله لما اترك هاي الرياضة احاول اعوض لها الايام كلها الايام اللي فاتت صح نعم بس هي انا شفتها يعني بعيني هي سعيده في اللي بتعمله يعني الحمد لله ما حسيتش انها سعيدة متضرره خالص يعني سعيده وتفتخر فيي قلت لك وتساعدني وتعرف تعلمت كثير شغلات يعني عن السبلمنت عن الغذاء عن التمرين هي كمان هم تتمرن وتعاني يعني تدير بالها على جسمها يعني ما شاء الله مقارنه لغير بنات يعني ما لهم خلق يروحوا للنادي او ياكلوا اكل صحي وهاي بس هي يعني من نوع من البنات يعني اللي تخاف على صحتها وتحب تتمرن وهاي فهي سهل كمان يعني بالضبط. كثير من الايام نقعد ناكل تقريبا نفس الاكل يعني وهذا شيء حلو بالنسبه لي وليها كمان موضوع سهل بتطبخ مره واحده وخلاص فلا الحمد لله الامور طيبه من هالناحيه هاي بس يعني المره مع انسان رياضي خصوصا كمال اجسام هذا يريد يتوفق لازم تكون معاه هي تبقى موافقة ان هي معاها زوجة تانية اكيد اللعبة كمال الأجسام هي زوجة تانية ايه يعني لان شو يقولون يعني التركيز كله تقريبا لما تحضر الى بطولة عليك بالضبط فيعني الاولوية انت صح فواحد لازم لما يصير عنده ثانية احاول قد ما اقدر لما عندي اوف سيزن نسافر او لما عندي فري داي اطلع العائله نروح ناكل نروح لكوبنهاجن مثلا يعني نسوي شغلات على مود اعوض شويه اعوض لهم شويه صح. طيب لو احنا هنفضل محبوسين جوا علبه الكبريت اللي دايما بنتحبس فيها وهي في الهواء طياره ايه اصعب اللحظات عليك في الطياره هي اصعب شيء لما طيران طويل مثل 10 ساعات 11 ساعه يعني وتحس جسمك يبدا يعبي مي فيصير عندك يعني أرائق قلق وأرائق إنه شلون تريد تخسر هذا المي لما توصل لأن عندك بطولة بعد كم يوم بس تنحل إذا واحد يعني يعرف شلون يسوي أنت دائما عادة بتسافر قبل الماتش بفترة يعني بعيدة بتدي نفسك 4-5 أيام ولا بتسافر قبل الماتش بيوم يومين لا أحاول 4-5 أيام أوكي. لأن أمريكا طريقة طويل طبعاً. يعني خصوصا لما الوقت يتغير يرد لك أقل شيء يومين صح. على متتأقلم على الساعات صح. والنوم والهالأمور وهذين اليومين هم لازم تخسر مي طبعا بعدين عندك الكارب لود وبعدين هالأمور هاي والملح والمي
للبطولة، فأقل شيء يعني واحد لازم إذا عنده هيك سفرة طويلة أنا برأيي 5 أيام، وخصوصا إذا واحد عنده ترانزيت ما تعرف شو يصير يمكن يصير في خلل بالترانزيت، يصير تأخر الطيارة متروح أو هالأمور هاي، فواحد لازم أحسن يوم يومين أوقت بدل ما يومين متأخر. 2018 أنا آسف أنا وأنت سافرنا مع بعض في الطيارة، نعم، وكانت رحلة موفقة. كلمني عن نجاحك في 2017 آسف 2018 وأنت برضو ما حققتش فيها لقب، إيه اللي خلاك تيجي 2019 لما أنت يعني شفت اللاين كان عامل إزاي؟ إيه سر إصرارك إن أنا لا أنا هروح 2019 وهعمل حاجة؟ أنت 2018 كنت لاعب في كمال أجسام فئة 212 بالضبط. نعم. بصراحة تعبت كثير 2018 لأن اضطريت أفوت 5 بطولات على ما تأهلت طبعا، فكنت يعني كم بطولة شوي حظي مو معاي 100-100 يعني لو كنت محصل مركز أكثر أو أعلى كنت متأهل أوقات، بس مهما يكون أنا كنت حاط ببالي أنه لازم أفوت هالسنة وهذا يمكن غلط يعني برأيي يعني، بس مهما يكون هو بس واحد يوصل إلى مستر أولمبيا هو إنجاز، بس واحد لما مشارك الساق عود أفكر يعني لما مشارك كذا مرة في مستر أولمبيا لازم مي يفكر إنه بس توقف مسرح إنه إنجاز، صح. لازم تروح على مجيب نتيجة، صح. بس مهما يكون صار اللي صار ويومين قبل البطولة كان مستواي أحسن شيء مدة السنين أنا كلها. أنا شفتك بنفسي يعني عندي صور لما أقعد أبوع عليهم خسرت كل شيء بيومين. والمدرب بتاعي كان ما عارف جسمي يشتغل كيف 100-100. كان مين المدرب في الوقت ده؟ ديف فولومبو. ديف ده. بديت معاه شهر قبل الأولمبيا لأن حسيت روحي ما راح ألحق. أصلاً عارف إن أنت دائماً يعني بتعتمد على نفسك أكتر. دائماً أعتمد على نفسي أنا تقريباً السنين كلها يعني. بس حسيت روحي انه محتاج شوي موتيفيشن وفد كم خبره جديده فالامور من يوم الى يوم كانت تصير احسن واحسن يعني طور جسمي وكثير يعني ساعدك ديفيد بلومبو ساعدني كثير بس المشكله انه اخر يومين خسرت 4.5 كيلو يعني انا يوم الخميس كنت اتمنى الماتش كان يوم الخميس بس بيومين خسرت تقريبا 4 كيلو ونص وما كنت احتاج اخسرهم فجسمي راح ذاب يعني وخراب في يوم البطولة ما كنت واقف بالمسرح ما كنت يعني أنا نفسي أصلاً و... من وجهة نظرك بقى في اللحظة دي أصل يعني المدرب شغله كله يعني في ناس بتشتري مثلاً سنة مع مدرب إن هم يعملوا أوف سيزون وبعد كده بيحددوا ماتش ويبتدوا يلعبوا أنا من وجهة نظري المدرب في الفترة دي كلها بيبقى شخصية عادية لغاية آخر 15 يوم قبل الماتش هو شي. بقى ده المدرب اللي بجد ففي اللحظه دي انت حسيت انت متعود ان انت تقف على المسرح قبل كده قبل ديفيد بلومبو انت صحيح. عارف طبيعه جسمك طبعا فاكيد هو قال لك على حاجات جديده تعملها انت ما كنتش تعملها قبل كده فانت شفت الخلل ليه ما اتكلمتش ليه ما صلحتش لان انا من بلشت معاه من اول يوم الى يوم الخميس مشت الامور مثل الساعه فانا قلت اكيد في يمكن خطه راح يغير او يعمل يتغير او تصير احسن فما ردت يعني صار اللي صار وخسرت هالكم كيلو قلت لك 4 كيلو مش قليل ما كنت محتاجهن اخسرهن وقفت بالمسرح الحكام اكيد يقدروا يشوفوا الفرق بين سنه الراحه طبعا فما حصلت المركز اريده لان ما كنت مستحق كمان انت عندك تصالح مع نفسك كمان يعني أكيد. عارف ان انت ما تستحقش المركز يعني استحق لي يمكن مركزين ثلاثه اعلى بس يعني شو الفرق يعني اذا انت برات العشره يعني مهما يكون تجي 12 او تجي 16 نفس الشيء ف كنت انا افكر في شويه في الكلاسيك كمان انه انا دائما لما اوقف في المسرح النقله دي نقله كبيره قوي 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 وغيرت تفكير لعيبة كمال أجسام بأحجام كبيرة نعم يعني أحمد أعتقد أنه هو كان مفجر الخطوة دي هو أول واحد عمل الخطوة دي صحيح. ينزل بالكاتيجوري حتى من بعدك
حصل بقى الموضوع بتاع فيليكس ويلر والناس كلها ابتدت بعد كده يعني تندرج تحت الطائلة ان انا لو انا ما بكسبش في فئة طب ما ننزل لفئة اقل شوية وابتدي اكسب فيها. صحيح. مين صاحب القرار بقى؟ كلمني بقى عن خطوة اعتقد خطوة كبيرة جدا واكيد ترددت فيها واكيد فكرت كتير جدا ان انت تغير الديفيجن بتاعك او الكلاس بتاعك من بادي بيلدينج 212 لخش على الكلاسيك. اسلوب التمرين اكيد اختلف واكيد الاكل كمان اختلف. احمد عمل استثمارات جوه العراق بحيث ان هو ينمي لعبة كمال اجسام ويطور فيها لان هو بطل يعني شعبي هناك. فعملت اي حاجة في العراق؟